السماء. جاهز؟ جعان بس حاسس اني جعان سيكا يعني. هتاكل ايه اول ما تنزل من الطياره؟ انزل بس وربنا سهل. قولي اول حاجه ايه الفوبيا اللي عندك؟ فوبيا؟ فران. سؤال سريع وصريح جدا هتجاوب عليه في 3 ثواني. سؤال صريح جدا. لو انت لو جاوبت عليه بكل صراحه هخليك ما تنطش. مين اخر حد من زمايلك في ستار اكاديمي عملت له انفولو؟ ايه ده في يا جماعه؟ ايه ده بجد؟ في ناس تعمل لهم انفولو وفي ناس زي الفل. حد من اصحابي يعني. لو حد سبق بدل انا ما عنديش مشكله اعمل كده. لو انت عملت حاجه انفولو مثلا هعمل انفولو. خلاص نشوفك تحت. توصل بالسلامه. ربنا يخليك. يلا باي باي. باي. يا جماعه مصر حلوه قوي يا جماعه. مصر حلوه جدا جدا جدا. فيها حاجات حلوه جدا جدا جدا. الحمد لله على السلامة يا مين. حبيب كابتن مصر يا جماعة. طب كابتن مصر طيب. مينا فاكر أول كلمة تمارا قالتها لك كانت إيه؟ أول كلمة بتحاولوا با 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 كده. المفروض إن هو أنا يعني. يا إما ديجي. يعني في ديجي ديدي با 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 كده. طب ممكن تغني لها حاجة؟ الغزالة رايقة والناس الحلوة فايقة. يا سيدي يا جمال وماله ضيف كتير عليه. مش قادر آخد نفسي. ما تسيبني شوية يا ابني. كده. نجوم السماء.